بخصوص الموضوع ديال ديال جداري القرده، أه الحكومه أه سبق لها عبر وزاره التس عبر وزاره الصحه في بلاغ يوم الاثنين 23 ماي عن الحديث او عن الاعلان عن راس ثلاث حالات. أه الحمد لله هذه الحالات الثلاث كلها يعني التحاليل المخبرية بانها حالات سلبيه والاشخاص الثلاث يحظون بعنايه صحيه وهم الان في وضعيه صحيه مستقره بخصوص الاجراءات الاستباقيه وزاره الصحه دائما عملت على التعامل مع الموضوع باستباقيه وقامت باتخاذ جمله من التدابير اللازمه لمصاحبه مثل هذه الظرفيه وفقا لمعايير الصحه والسلامه الدوليه قبل ما تخرجوا ما تنساوش تشابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم